مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من السفيره عزيزه، حلقه يوم الاثنين. ان شاء الله يا رب تقضوا معانا وقت مفيد، وعندنا ليكم مفاجاه في الفقره الاخيره، فارجو ان انتم تستنونا وتستمتعوا بفقراتنا لانه بجد مفاجاه متميزه. مساء الفل يا رب. مساء الفل يا شيري، عامله ايه؟ مستنيين المفاجاه. مساء الفل عليكي، وحشتيني جدا. انت اكتر. مبسوطه قوي ان احنا مع بعض النهارده، ويعني بقالي حاجة كده كتير كتير تثلج القلب في الجو في الجو النار الحر ده. صحيح. مساء الفل عليك يا شيري، واهلا بحضراتكم. حلقة ان شاء الله مختلفة ومميزة جدا جدا من السفيرة عزيزة، ان شاء الله تستمتعوا معانا بكل فقراتنا بما فيهم الفقرة الأخيرة والثانية والأولى وكل فقرات واخبارنا كمان ان شاء الله. ومعانا اخبار النهارده مترابطة لحد كبير ليها علاقة بالصحة. أول خبر معانا هو خاص بصحة أغلى ما عند أي أب وأم، هو أطفالهم وخصوصا حديث الولادة. مبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديث الولادة والخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة ليهم. إحنا بدورنا بننصح كل الأمهات أنها تروح تطمن على أطفالهم ويتابعوا حالتهم، خصوصا في الأشهر الأولى، بتفرق جدا جدا علشان منع أي أمراض أو حتى إن نقدر نشخصها ونعالجها. كل ما يبقى بدري يبقى أفضل. طبعا وزارة الصحة أكدت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن كل الخدمات اللي بتقدمها للأطفال حديث الولادة بتكون مجانا، سواء كان كشف أو متابعة أو علاج، كله بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية. الخدمات دي عبارة عن عينة وتشخيص الحالة ومتابعة مستمرة للحالة وتقديم الدعم النفسي للأسر وتوجيه الحالات لمراكز الأمراض الوراثية في حال ما إذا ثبت أن في مرض وراثي للحصول على العلاج. خدمات طبعا الحقيقة مهمة جدا جدا، وبننصح يعني كل أم أنها تهتم وتتابع حالة الطفل حديثي الولادة، لأنه ده أكيد هيجنبنا كتير من الأمراض اللي ممكن تتلحق في الفترات المبكرة. والحقيقة أن دي مبادرة مهمة جدا جدا، وهي واحدة من عدد كبير من المبادرات الرئاسية اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الحقيقة أنه المبادرات دي عادة بيكون هدفها تعزيز صحة المواطن، وشفنا عدد كبير الحقيقة من المبادرات، طبعا منها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وشفنا كمان المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وعدد كبير الحقيقة من المبادرات زي القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة طبعا الكشف عن الفيروس سي والأمراض غير السارية، وعدد كبير الحقيقة من المبادرات، وطبعا المبادرة الخاصة بالكشف على يعني السمع عند الأطفال برضو حديثي الولادة. مبادرات كتيرة الحقيقة يا شيرين، مهم إن احنا كلنا كمواطنين نستفيد منها ومن تقديمها في كل المراكز والمستشفيات طبعا المختلفة، خصوصا انها بشكل مجاني ومتوفرة في كل المحافظات. كل المحافظات بالظبط. بالظبط. معانا خبر تاني عن الصحة عندك. خبر تاني عن الصحة برضو. مننا يعني حاسين بقالنا فترة كده بالأجواء الصيفية، وده من بدري رغم ان احنا لسه جغرافيا يعني في فصل الربيع. الحقيقة انه للأسف في عدد من الأمراض اللي بتنتشر أو بتبقى موجودة شوية يعني نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وبتبقى عند الكبار وعند الأطفال. الحقيقة ان احنا بنلاحظ كلنا مثلا وجود الصداع، يعني نلاقي ان احنا كتير بنشتكي من الصداع على مدار فترات اليوم. بعض الناس بيكون عندها مغص، قيء مثلا، بعض الناس بتكون حاسة انها عندها كده نوع من انواع الغثيان ومش قادره يعني مجهودها، حاسه انه قليل قوي. في للاسف برضو بعض الناس بتتعرض للتسمم الغذائي، وده يمكن اكيد يا شيرين يعني بيكون سببه عدم غسل الفاكهه كويس او دي حاجه الخضار. منهم دي مشكله ناس يعني بتنسى تدخل الاكل الثلاجه، والاكل في الشتاء ممكن صح. يستحمل شويه، لكن في درجات الحرارة العالية يفسد سريعا جدا يعني. بالظبط. غير طبعًا. حاجات كتير طبعا، الأكل بره. طبعا يعني طبعًا. تعددت الأسباب والمغص واحد. والمغص واحد للأسف يعني للأسف. الحقيقة إن إحنا عايزين نعرف إزاي نقدر نقي نفسنا من الأمراض دي، ونعرف أسبابها، وإزاي يعني إن شاء الله كده فصل الصيف يعدي علينا بأمان وسلام. ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي منورنا عبر تطبيق زوم، دكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور شريف هو معانا بس إحنا مش سامعين صوت الدكتور للأسف.
انا مش سامعه صوت الدكتور. ولا انا. طيب طيب يعني على ما يجي هنرجع معانا دكتور شريف معاكي. هنرجع صبري يا للموضوع، شريف. مهم جدا وبجد يعني السيدات تحديدا اعتقد، مش عارفه بقى هل لان ضغطهم بيوطى بيحسوا بالصداع الشديد ده في الصيف ولا ايه، بس هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده لانه حقيقي مهم. لكن خلينا نعمل متابعه سريعه للي احنا لامسينه بقالنا 48 ساعه. رضوى لسه كنا بنتكلم قبل الهوا، صح، ايه الحر والتراب الرهيب، في ستاره من التراب كده محوطه يعني القاهره والضواحي والعواصم كله. المختلفه، بالظبط، والمدن قصدي المختلفه. فالجو ابتدى يبقى غريب جدا، يعني احنا متعودين بقى لنا فتره حر الصبح برد بالليل، دلوقتي بقى حر طول الوقت وتراب، وبالذات اللي عندهم جيوب انفيه وحساسيه على الصدر دول يعني غلابه. ف احنا معانا دكتور، رجع لنا تاني دكتور شريف حته، رجع لنا من خلال تليفون. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع المغص ونخلي الارصاد نرجع لها، هنرجع لها بعدها. برضه. دكتور شريف حضرتك سامعنا؟ انا سامع حضرتك كويس. طب تمام. دكتور شريف كنا بنتكلم زي ما رضوى قالت انه يعني احنا صحيح لسه في الربيع بس بدات تهل علينا مشكلات الصيف اللي هي الصداع الشديد اللي بيفضل ماسك الواحد طول اليوم، والنزلات المعوية بقى المختلفة يعني من أول المغص العادي وصولا لحالات التسمم. فلو حضرتك ممكن تقول لنا نبتدي بالصداع، ليه بيلازمنا الصداع أوقات كتيرة في فصل الصيف أو أوقات الحر؟ طبعا الصداع مشكلة مزمنة عند كتير من الناس، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسية زي حساسية الجيوب الأنفية. ده مشكلة كبيرة جدا، ارتفاع درجة الحرارة بيسبب مشاكل والتهابات في الجيوب الأنفية. تمام. فبيؤدي ده إلى التهابات في الأغشية الوخاطية اللي بتنشيط بجيوب الأنفية من الداخل، وبالتالي زيادة الإفرازات، وده بيسبب صداع شديد جدا وخصوصا أثناء فترة الصباح وهو بيميل على الأرض كمان، حتى تلاقي المريض يشتكي لك يقول لك ده أنا بميل للصلاة يجي لي صداع شديد. فدي فترة بيبقى صعبة فيها قوي، ولابد فيها من ان احنا ناخد ادوية الحساسية والبخاخات بتاعة الانف اللي ممكن تفك شوية من الافرازات اللي موجودة في الجيوب الانفية. تمام. غير ان ارتفاع درجة الحرارة في بعض كثير من الاحيان ممكن يسبب ما يسمى بضربة الشمس، او ممكن ما يسبب الجهاد الحراري. الجهاد الحراري ضربة الشمس دول في حالة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصا ما بين العاملين في مجال المرور، او في طبعا حضراتكم دلوقتي في كباري بتتعمل وفي منشآت. صحيح صحيح. عدد كبير منهم بيتعرض لاشعه الشمس المباشره. من اهم الاعراض والعلامات اللي بتصيبهم هو الصداع الشديد جدا اللي لازم بنأدي فيه الى ان هو ياخد كميات كبيره من السوائل، وان هو يغسل جسمه بالميه على طول علشان يقدر يتفادى هذا الصداع. ولكن يعني طبعا نقدر نتجنب ده زي ما حضرتك قلت من خلال شرب السوائل الكتير، ويعني بالاستمرار نغسل جسمنا بالميه. لكن في برضو من ضمن الاعراض اللي بتبقى موجوده بشده في فصل الصيف المغص، وطبعا يعني اللي بيوصل فعلا زي ما شيرين قالت كده للتسمم الغذائي في بعض الاحيان. لو حضرتك تقول لنا اسباب ده ايه، ويعني فكرة غسل الخضار والفاكهة أو إن احنا نسيبها بره التلاجة مثلا، هل ده ممكن يكون سبب لإنه يحصل التسمم الغذائي؟ طبعا ده سبب قوي جدا اللي هو بيحصل. بتفسد الخضروات والفواكه، مش بس ممكن تكون جاية أساسا مصدر نقلها بالنسبة لنا مش آمن، العربيات اللي بتنقلها، المكان اللي المصدر اللي طالعة منه مش مأمن حفظها بطريقه جيده، وبالتالي ممكن توصل عند الفكهاني اللي بشتري منه تكون فذه او مصابه بنوع من الميكروبات، وانا اخدها ممكن حتى لو غسلتها كويس تكون هي نفسها مصابه بميكروبات ممكن تسبب تسمم غذائي. طب هل بعرفها يا دكتور؟ يعني بعرف الحاجه المصابه دي من شكل او من اي لون او كده؟ طبعا تغير في لون الفاكهه عن شكلها الطبيعي وعن شكلها المعتاد وتغير في ريحتها، ده بيبين لي انها فذه وغير صالحه للاستخدام. فطبعا الستات من كثر خبرتهم في التعامل مع الخضروات والفواكه المفروض بيبقى عندهم خبره ازاي هو يقدر يميز الفاكهه الطازه اللي ما فيهاش مشكله والسليمه والمحفوظه بطريقه جيده من الفاكهه اللي بقى لها فتره وممكن تكون فذه وتسبب اصابه وتسبب تسمم غذائي في حاله انها تكون فذه.
طيب الفاكهه بقى كويسه والسليمه انا يجي خطوه بعد كده ان انا اغسلها كويس جدا. انا في الاول اغسل ايدي كمان، غسل اليدين من الخطوات المهمه جدا 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 في فصل الصيف، نتيجه طبعا العرق ونتيجه الاتربه زي ما حضراتكم شايفين في الجو وملامسه الاسطح اللي مليئه بالاتربه، فغسل اليدين شيء مهم جدا قبل ما انا ابدا امسك الفواكه او الخضروات اللي محتاجه انها تتغسل. طيب بما ان حضرتك اتكلمت عن خبره الستات فبرضه بالخبره بقوا عارفين انه مغص او اسهال او يعني لخبطه في الاكل، احنا عارفين الدواء اللي موجود في معظم البيوت المصريه دي وبتروح مطلعه الشريط مديه الولد اتنين او هي او لجوزها والحياه كده هتبقى زي الفل في خلال يومين. فكره عدم الرجوع للطبيب في الحاجات دي وان احنا بنعتمد على الدواء اللي احنا على طول في البيت ده، هل في اي خطوره ولا دي حاجات محفوظه كلاسيكيات كده؟ يعني انا اكلت حاجه بايظه فباخد مطهر للمعده وحاجه ممسكه يومين ثلاثه والدنيا بتبقى تمام. الى حد ما انا من الناس دايما اللي بتنادي باستشاره الطبيب ايا كانت الاعراض الموجوده، ولكن في احيانا بتضطرني الظروف الى ان انا استخدم الدواء الموجود اذا كان يوم اجازه، اذا كان وقت بالليل وظهرت الاعراض، وخصوصا ان التسمم الغذائي يظهر بعدها بساعات. فممكن جدا يكون الكلام ده بالليل، ممكن يكون وقت متاخر، ممكن يكون الفجر. فانت لو عندك مطهر معوي بتستخدمه الى حين انك انت تستشير الطبيب وتحكي له بالظبط على الاعراض الموجوده. هل الاعراض عباره عن قيء واسهال فقط ولا معاها ارتفاع في درجه الحراره؟ في ترجيع ولا مفيش ترجيع؟ لان لو في ترجيع بقول له لا طبعا الادويه بالفم ممكن ما تكونش بتنفع قوي فبضطر ان انا اديله حقن. طب لو عندي ارتفاع في درجه الحراره يبقى انا مضطر اخد مضاد حيوي ومضاد للبكتيريا دي عباره عن افراز. فبالتالي اللجوء للطبيب والاستشاره الطبيب للتاكد من الادويه اللي هو بياخدها، ولكن اللجوء الى المطهر واللجوء الى العلاج العشوائي او ده في حاله ان لو انا مضطر كده وفي وقت متاخر ما اقدرش اوصل للطبيب في الوقت الحالي. طيب امتى اقدر افرق ما بين الاعراض اللي ينفع اخد لها مطهر مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي وبين اعراض الجفاف؟ لانه برضو ده ممكن يحصل نتيجه للتسمم الغذائي. بص حضرتك، هو مبدئيا طالما بقى عندي موجود اسهال وقيء يبقى لازم انا اعوض بسوائل باستمرار. لازم في شرب ميه كويس جدا واعوض بسوائل عصائر تكون خاليه من السكر علشان نقدر نعوض كميه السوائل اللي هو فقدها وعشان ما يوصلش لدرجه الجفاف. فده في حاله ان هو مجرد شويه تسمم غذائي بسيط، ولكن لو حصل عندي ارتفاع في درجه الحراره لا ساعتها انا مضطر، وفي الغالب لما يكون في ارتفاع في درجه الحراره بتبقى نوبات الاسهال شديده شويه، فبالتالي لازم ياخد مضاد حيوي كمان بتوصل لدرجه انه ممكن ياخد مضاد حيوي حقن. ولو وصل الامر ان هو في فقدان سوائل شديد اسهال وقيء ممكن علقه له في المحلول كمان يجيب نتيجه سريعه جدا علشان يقدر يوقف حاله الاسهال الموجوده وحاله القيء ويبدا الجسم يعوض السوائل اللي فقدها. تمام. لما نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. يعني حضرتك افدتنا كثيرا، وفكره الدواء العشوائي ده فعلا دي مشكله عند ناس كتير جدا يعني. دي حقيقه. طب نرجع لموضوع خبرنا بقى الخاص بالاعصاب الجو بالظبط. يعني ايه موضوع التراب الشديد ده والحاجه الرياح اللي اشبه بالخمسين؟ احنا تصورنا ان ده كان وقت شم النسيم واحنا ما عدناش بيها قوي، ما شفناش السنه دي قوي على فكره. صح. التراب الشديد ده ما عداش علينا يعني. هو جاي متاخر، انا حاسه هو جاي متاخر. يعني في ترحيل كده في الحاجه، ولا دي مثلا موجه عابره وهنخلص منها قريب؟ لان برضو هنرجع ونقول طبعا مرضى الحساسيه وحساسيه الصدر يعيني يعني بيعانوا بشده وبعنف، بس حتى الناس العاديه مش مستحملين العاصفه اللي حصلت امبارح دي وكمان الرؤيه. يعني انا مستغربه، انا مروحه 6:30 يعني خلاص فاضل ساعه المغرب وفعلا كان اكن في شبوره بس تراب. فدي كان حاجه غريبه جدا في الوقت ده من اليوم. صحيح. واستمرت حتى في الليل كمان. فخلينا نعرف اكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. يعني دكتور منار ايه اللي بيحصل بالظبط؟
مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك الساده المشاهدين. هو احنا بالفعل بالامس كان في منخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربيه. الكتل القادمه من مناطق صحراويه مع سرعات رياح وصلت ل 40 كيلومتر على الساعه، ده ادى لاثاره الرمال والاتربه في اغلب محافظات الجمهوريه فترات المساء واستمرت فتره الليل بالامس. وطبعا كانت في اغلب المحافظات الرؤيه انخفضت على القاهره الكبرى ل 2000 متر خلال فترات المساء وساعات الليل، وده فعلا زي ما قلنا الكتل الهوائيه الصحراويه اللي احنا بنعتاد عليها في فصل الربيع. احنا لسه في الربيع، فصل الربيع دايما بيبقى فيه طبعا رياح الخمسين دايما مشهور بيها الربيع، واحنا ده وقت اللي بيحصل فيه احيانا المنخفضات الصحراويه او رياح الخمسين، وده اللي حصل بالامس ووارد يتكرر معانا يعني لحد انتهاء فصل الربيع، يعني لحد يعني لحد 20 يونيو. لسه شويه لنهايه الربيع رسميا ان شاء الله، ممكن تتكرر معانا الاتربه والرمال المصارم، لان احنا كمان بالامس كان في ارتفاع كبير في درجات الحراره جدا قوي بالفعل. ذروه ارتفاع درجات الحراره كانت بالامس يمكن سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه خلال فتره النهار، كانت الكتل كلها كتل هوائيه صحراويه شديده الحراره ومعها طبعا اتربه. متوقع على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله استمرار ارتفاع درجات الحراره لكن بصوره اقل من اللي شهدناها بالامس. يعني احنا بنتكلم في متوسط درجات حراره ما بين 32 ل 34 درجه مئويه، لكن خلاص احنا فترات النهار على مدار هذا الاسبوع كله يمكن الايام المقبله هيكون الاجواء حاره فتره النهار وبالليل كمان. خلاص متعود تدريجيا الاجواء الاشبه بالاجواء الصيفيه بدات. لا هو بالليل بيبقى برد، يعني لاحظنا يا دكتوره منار في الايام اللي فاتت انه حر جدا الصبح ولكن بالليل برد جدا جدا، في انخفاض كبير في درجات الحراره، فهل ده برضو مستمر معانا؟ لا الحمد لله فترات الليل كمان بدات درجات الحراره ترتفع وتتحسن عن الاسابيع الماضيه. احنا بالفعل يمكن حتى مطلع الاسبوع حتى يوم السبت الماضي كان في بروده فترات الليل المتاخر فتره صحيح. الصباح الباكر في الجو، لكن من امس بدات الصغرى ترتفع وتتجاوز ال 20 درجه مئويه فتره الليل بالنسبه طبعا للقاهره الكبرى. بدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 22 و23 درجة مئوية، فهنبدأ نحس بالأجواء اللطيفة والمعتادة لفترات الليل في أغلب محافظات الجمهورية، ممكن بس السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط هي اللي ممكن تحس في فترات الليل ببعض البرودة لأن لسه كتل هوائية فيها منخفضة، لكن القاهرة والمناطق الداخلية فترات الليل الحمد لله هتصبح معتدلة على مدار هذا الأسبوع والأيام المقبلة كمان الأسبوع القادم إن شاء الله. الأتربة والرمال المصارة اللي كانت موجودة معانا وارد ان هي تتكرر ثاني مره اخرى نهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم، يعني الى الان التوقعات بتقول ان هيبقى في اتربه لكن اماكنها مختلفه، يا الصحراء الغربيه او السواحل الشماليه الغربيه. عشان كده احنا هنقول النهارده الاحساس الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه نعرف ان في اتربه ورمال مصاره يوم ايه وكمان الاماكن بتاعتها ايه، عشان واحنا خارجين لازم نتبع اهتمامات لانها طبعا بتسبب مشاكل مرضى الاحساس الصدريه وكمان بتسبب مشاكل للمواطن العادي. مهم جدا القياده تكون بهدوء تام مع اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، كمان فترات النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، عشان احنا بنأكد ان خلاص درجات الحراره بدات ترتفع، يعني مش هيحصل انخفاض ثاني فترات النهار وتحس بالاجواء اللطيفه غير لو حصل يبقى نادر الحدوث يوم او اثنين، لكن السمة الاساسيه في الايام المقبله هو ارتفاع درجات الحراره. خلاص بقى يعني استعدادا لدخول فصل الصيف رسميا. بالظبط فصل الصيف رسميا ان شاء الله هيبتدي 21 يونيو 21/6، لكن احنا مع بدايه شهر 6 نقدر نقول كده ان الاجواء الصيفيه بدات تاثر علينا، نبدا كمان نسب الرطوبه ترتفع في الجو فتخلي في مزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. يعني نحاول نخلي بالنا بقى من الاتربه الفتره اللي جايه وناخد احتياطاتنا زي ما دكتوره منار قالت ونرجع للكمامه تاني. هي بصراحه هي مهمه بصراحه يعني. بالظبط في الوقت ده هي مهمه جدا الحقيقه. طيب احنا كده خلصنا الاخبار. أيوة. جاهزين نطلع للفصل جاهزين دي اول فقراتنا ومبادره شبابيه جميله خليكم معانا. العالم كله بيتجه للرقمنة، ده طبيعي، ده سمة العصر بتاعنا، خلاص التكنولوجيا دخلت في كل حاجة في حياتنا. مصر عندها استراتيجية للتحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، عشان كده بتسعى مصر لتنظيم منظومة الخدمات الحكومية. كلنا أكيد شفنا في أماكن كتير المكان اللي بتقدر تستخرج منه أوراقك الرسمية، أسهل ما كنا بنروح وناخد رقم ونقف في طوابير
ونضيع وقت كبير جدا دلوقتي بمنتهى اليسر تقدر تتوجه للماكينه وتحصل على شهاده الميلاد اللي انت عايزها او تدفع مخالفاتك او غيرها من الخدمات. لكن طبعا بصراحه في ناس برضو بتعتبر ان التكنولوجي دي لسه صعبه عليها شويه او معقده شويه، مش بتعرف تتعامل بسهوله مع الخدمات الرقميه بشكل عام، وشايفه انها ممكن تكون طريقه صعبه شويه. على فكرة مش بس الكبار، احنا في اوقات بنعطل احنا كمان بصراحة عشان نعترف يعني. عشان كده النهاردة معانا مجموعة من الشباب اللي فكروا ازاي يساعدوا الناس، ازاي ينفعوا الناس ويكسروا الحاجز ده بينهم وبين التكنولوجيا علشان نقدر نسهل عليهم حياتهم وفي نفس الوقت نعمل النقلة دي بشكل ناعم. خلينا نقول بيعرفوا الناس بالطرق الصحيحة والآمنة للتعامل مع الآليات المقدمة على منصة مصر الرقمية. هنعرف حضراتكم بضيوفنا الموجودين النهارده معانا في الاستوديو. معانا محمد رويشد واسراء حسنين، اهلا بيكم منورينا. وعلى الشمال معانا يمنى، اهلا بيكي يمنى الليثي احد اعضاء حمله رقمنة، ومحمد فاروق اهلا بيكي. اهلا بيكي منورينا. منورينا. الرقمنة ما بقتش اختيار خلاص، المستقبل كله رايح للتكنولوجيا، للرقمنة اختصار للوقت، ضمان للحقوق. بعد ما كنا بنشوف الملفات المحطوطة في الأرشيف وحقوق الناس اللي بتروح، دلوقتي في اتجاه ان كل شيء يبقى محفوظ على حواسب ويكون في ذاكرة إلكترونية. ده غير طبعا تسهيل الخدمات بشكل عام والمعاملات اليومية لكل المواطنين. ده اللي معني بيه مجموعة من طلبة إعلام قرروا ان هم يتصدوا لحملة مهمة جدا، ان هم يكونوا الجسر ما بين منصة مصر الرقمية والمواطن اللي شايف ان التكنولوجيا لسه صعبة عليه وبيحاولوا يسهلوا عليه حياته. المجموعة اللي معانا النهاردة هي بتمثل 20 طالب في هذه الحملة علشان يعرفونا جات لهم الفكرة ازاي وايه الخدمات اللي بيقدموها. معانا قائد الحملة اسراء حسنين اهلا بيكي، ومحمد رويشد اهلا بيك، ويمنى ليثي اهلا بيكي، محمد فاروق منورنا وان شاء الله الصوت يبقى تمام. منورنا. ابتدي معاكي. اول حاجة احنا 20 طالب زي ما حضرتك قلتي من اعلام الشروق، قررنا نعمل حملة بنوعي الناس ايه هي خدمات مصر الرقمية. احنا في الاول كنا محتارين بين خدمات كتير جدا، كنا محتارين بين افكار كتير جدا. كنا عايزين نوعي الناس بامراض نفسية OCD ADHD، كنا عايزين نوعي الناس بثقافات مختلفة زي ثقافة اهل النوبة اهل سيوة، بس لقينا ناس كتير اوريدي عاملة حملات وكلمت كتير بنفس الشكل ده. بنفس الشكل لقينا مش هنقدم حاجة جديدة نفيد بيها ناس ونستفيد احنا كمان، فقررنا نعمل عن مصر الرقمية. حلو. اللي هي منصة مصر الرقمية. منصة مصر الرقمية مظبوط. طيب محمد قول لنا، انتوا اصلا كنتوا تعرفوا المنصة ولا لما جات لكم بقى فكرة ان ده هيبقى مشروع تخرجكم فبدأتوا تدخلوا وتدوروا اكتر ايه الخدمات اللي المنصة بتقدمها وتتعاملوا معاها؟ احنا في البداية ما كناش نعرف ايه، حقيقة ما كناش نعرف ايه مصر الرقمية، لان ان جزء كبير مننا ما يعرفش ايه هي مصر الرقمية، فاخترنا ان احنا نتكلم عليها عشان نعرف الناس اكتر، لان احنا كمان عملنا استبيان ولقينا ان 5% بس اللي يعرفوا ايه هي مصر الرقميه. محدش الناس اغلب الناس ما تعرفش، فاخترنا ان احنا نتكلم عليها بشكل اوضح ونعرف الناس، لان دي حاجه بتفيد الناس وبتوفر لهم وقتهم ومجهودهم، بتوفر لهم يعني بدل ما يعطل نفسه وشغله وكده ممكن يعمل كل حاجه من على الموبايل، لانه احنا كلنا بقينا دلوقتي شيء اساسي بقينا هو الموبايل، فكل حاجه بتتعمل من على الموبايل دلوقتي يعني. يمنى ايه اكتر حاجه يعني مشكله بتواجه معظم الناس؟ يعني 5% بس اللي عارفين ده، ممكن بقى الواحد يتخيل الرقم كمان اكيد اقل، اللي بيتعامل بالفعل مع المنصه او مع الماكينات اللي موجوده في الاماكن المختلفه عشان استخراج الاوراق الرسميه. ايه اكتر حاجه انتوا شفتوها بتعاملكم مع الناس واقف حاجز بين الناس وبين استخدام المنصه؟ ان الناس اساسا مش بتبقى فاهمه ايه هي الخدمات الالكترونيه. يعني ايه انا ينفع دلوقتي اطلع شهاده ميلاد وانا قاعده في البيت؟ يعني الناس ما كانتش مستوعبه حاجه زي دي قوي. فده اللي خلانا نبدا ننزل ونفهم الناس ازاي تعمل اكاونت على المنصه، ان انت تقدر تطلع منه شهاده ميلاد او اي حاجه مثلا. يعني تنزلهم فين الناس اللي قاعده في احنا نزلنا في مولات ونزلنا نوادي، نزلنا شوارع مختلفه، كنا بنقعد نتكلم مع الناس بالذات المولات مثلا اللي هي دلوقتي فيها الماكينات بتاعه استخراج الشهادات والحاجات دي. بدانا نقف معاهم نقول لهم انت ازاي ممكن تطلعها كده. تمام.
حلو جدا. طيب محمد قول لنا بقى يعني اكتر الخدمات اللي موجوده على منصه مصر الرقميه والناس محتاجه، لقيته ان الناس محتاجه تعرف عنها اكتر، يعني هي المنصه بتقدم خدمات كتيره جدا يمكن تفوق ال 100 خدمه، فلقيته اكتر الاقبال على خدمات احنا فيه. اكتر الخدمات اللي لقينا فيها عليها اقبال هي خدمات مثلا زي الكهرباء، زي التموين، زي الاحوال المدنيه مثلا اللي هو ازاي نطلع شهاده ميلاد او كده، ولقينا برضو مثلا حاجات زي بقى اللي هو استعلام عن المخالفات، حاجات عن المركبات او كده واللي بقى عايزين يعملوا برضو تظلم عن المخالفات وكده. طب ما خلينا نخش بشكل عملي ونمارس بقى المهام بتاعت الحمل. يعني انا عايزه استخرج شهاده ميلاد، مين ممكن يسهلها لي او يقولي اعملها ازاي منكم؟ احنا ممكن ندخل على احنا عاملين على السوشيال ميديا على كل البلاتفورم زي انستجرام، يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، عاملين فيديوز وريلز تعرف الناس ازاي مثلا يخشوا على الاكونت بتاع مصر الرقميه، اصلا هم يعملوا اكونت عليه، بعدين ازاي يبداوا يعني ده لازم اعمل حساب على المنصه؟ لازم تعمل تسجيل دخول، تعمل حساب برقم الموبايل، تبدا بقى ان انت تدخل على المنصه تخرج بقى، تعمل اي استخراج لاي شهاده انت عايزها، سواء بدل فائد بطاقه، شهاده ميلاد، خدمات. لو انا في البيت وبستخدم الابلكيشن دي وعملت حساب وطلبت استخراج شهاده ميلاد دي بتجيلي على البيت بالبريد يعني عشان بس ابقى فاهمه، ولا بحصل عليها ازاي؟ بيجيلك على البيت بالبريد. انت بتدخلي انت من ضمن تسجيل الدخول بتدخلي بياناتك منها العنوان، المنطقه، الحي، والتليفون، الحاجات دي كلها بالاول، بعديها بيجيلك رساله على الموبايل، بعدين بقى لو كل البيانات مظبوطه وكده بيبعت لك على المكان اللي انت داخله. ولازم خط الموبايل يكون باسمي صح كده اللي انا بسجل بيه؟ لازم، بس انا سجلت بقى ف لازم يبقى رقم الموبايل هو اللي مسجل على البطاقه. تمام. وايه ايه شروط تاني يعني ممكن لازم تبقى ممكن نعرفكم ازاي نعمل اكونت اصلا من البدايه؟ طب عرفينا ازاي نعمل حساب اصلا في البدايه، يعني في البدايه بنخش على منصه مصر الرقميه. تمام. وبعدين بنعمل انشاء حساب جديد، بيطلب مننا بيانات الرقم القومي كامله اللي هي الرقم القومي، بعد كده رقم المصنع، رقم المصنع ده اللي بيبقى تحت تاريخ الميلاد في البطاقه. اوكي. بندخل رقم المصنع، بعد كده بيطلب مننا اسم الوالده، بنكتب اسم الوالده، بعد كده بيطلب مننا رقم الموبايل اللي متسجل في الرقم القومي. تمام. بنكتب رقم الموبايل، بيطلب مننا بيبعت لنا رساله تاكيد. تمام. بعد كده بقى عندي حساب. لا لسه، احنا بعد كده بعمل الباسورد الخاص بيا، بكتب الايميل. بيجي الكود الاول لما بكتب رقم الموبايل، وبعد كده بعمل الباسورد الخاص بيا واكتب الايميل. وكده خلاص الحساب تمام كده. تمام. وساعتها كده اديني خرجت شهاده ميلاد. طب خدمه تانية زي مثلا مخالفات المرور، دي حاجه مهمه جدا. مخالفات المرور يعني كل واحد لما بيدخل رقم البطاقه بتاعته بيبقى اصلا الرخصه بتاعته مسجله على رقم البطاقه. اوكي. فبيبقى يعرف بقى ساعتها هم بالويب سايت ذات نفسه بيبقى عليه بقى اللي هو ايه، ان انت ده مثلا بالبطاقه دي عليه رقم المركبه دي. تمام. فهو بعد كده بيدخل بيعمل اختار الخدمه اللي هي مركباتي، وبعد كده بيختار استعلام عن المخالفات بتاعه المرور. بعد كده بيظهر له بقى ايه البيانات اللي هي بتاعه العربيه وكده. اوكي. بعد كده بقى بيتاكد من البيانات دي كلها. بعد كده ده بقى بيظهر له المخالفه بكام واقدر ادفع على في بقى على يعني ده كده اللي هو الاستعلام. في بقى طريقه اللي انا اعمل بقى اللي انا ادفع من خلال الويب سايت. بحدد بقى اذا كان كنت عايز ادفع مثلا المخالفات كلها مثلا او مخالفه جزئيه. بالظبط. وطبعا المخالفات بتظهر بشكل لحظي يعني بشكل وقتي، ما مش بستنى بقى فتره انا تظهر لي المخالفه. لا، كل ده بيبقى في وقته، يعني عملت المخالفه من هنا تجي لي على طول بالظبط اوتوماتيك. وبختار بقى مثلا لو عايز ادفع جزء بختار اي مخالفه، وبيجي لي بقى صوره المخالفه اصلا وكده وبحدد. وبعد كده بقى بشوف بقى انظمه السداد اللي انا محتاجها مثلا، سواء هدفع من مثلا على فيزا او كده، او هدفع مثلا بيبقى في كود كده باخده، لو هدفع من حته تانية بروح مثلا زي فوري او امان الخاصه بالدفع عشان اللي ما عندوش فيزا بيقدر يدفع في اماكن تانية. بالظبط. طب وبرده بتهيالي ممكن ندفع فواتير الكهرباء مثلا، صح يا يمنى؟ ايه اللي ممكن ندفعه تاني؟ فواتير الكهرباء والمخالفات. اوكي. مخالفات احنا قلناها. فواتير الكهرباء نفس الحكايه، بيبقى عشان طالما سجلت بيانات الرقم القومي بالظبط، بس لازم تبقى مثلا الكهرباء لازم يبقى العداد مكتوب مثلا باللي هو بالبطاقه بتاعتي اللي انا داخل بيها على المنصه. عشان ما يحصلش تلاعب في الموضوع ده. لان ممكن فعلا
ممكن العداد يبقى اسم الزوج او والدتك، ساعتها مش هتقدري تدفعي الضريبه بتاعتك. لازم يبقى بالبطاقه اللي موجوده بكتب العداد باسمه، الشخص باسمه العداد. اه تمام، حلو قوي حلو قوي. طيب يعني حسيتوا يا اسراء انه الناس حاسه ان الموضوع سهل وفعلا وفر عليهم وقت ومجهود بفكره وجود منصه مهمه زي منصه مصر الرقميه؟ اه طبعا، الناس اصلا في الاول زي ما يمنى قالت هي ما كانتش تعرف يعني ايه خدمه رقميه، يعني ايه اطلع حاجه من وانا قاعده في البيت من غير منزل اروح مصلحه حكوميه. في ناس من كبار السن كمان كانت يعني مش راضيه تقف معانا نتكلم معاها نقول لها ان احنا هنوفر عليهم وقت ومجهود، لا هم كانوا مصممين ان هم يروحوا المصلحه الحكوميه عشان هم بيحسوا بامان اكتر ان هم يشوفوا الورقه بتخلص قدامهم. بس لما جرينا معاهم اكتر في الكلام واقنعناهم ازاي قد ايه الموضوع سهل، هتعمل اكونت وحضرتك واقف معانا هتشوف الخدمه اللي حضرتك مهتم بيها بالذات، تقدر دلوقتي واحنا واقفين ندفع فاتوره الكهرباء من غير ما محصل الكهرباء يخبط صحيك مثلا. طب بس دي كلمه نقطه مهمه، فكره الامان، لان احنا بنعرف نسمع كتير جدا على الناس اللي بتتسرق كروتها وحساباتها البنكيه. هل انتوا تواصلتوا مع الجهات الحكوميه مثلا عشان انتوا كفريق وانتوا بتكلموا الناس وبتتعاملوا معاهم يبقى في برضو ثقه وهم عارفين انتوا مين؟ ما انا برضو انت مش موظف حكومه في الاخر. مظبوط، فانت مين وانا هديك رقم حسابي وهتنشئ لي حساب، فعملتوا ايه عشان يبقى عندكم بس مصداقيه؟ احنا تواصلنا مع وزاره الاتصالات هي المسؤول الاول عن مصر الرقميه. اوكي. وتواصلنا مع وزاره الصحه عشان الحاجات الخاصه بوزاره الصحه في مصر الرقميه، ومع وزاره الكهرباء. اوكي. وخدنا الرعايه الشرفيه لوزاره الاتصالات ووزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه ووزاره الكهرباء، خدنا الرعايه الشرفيه منهم يعني. بس يعني اتكلمنا معاهم وتعاملنا معاهم عشان نعرف اكتر عن مصر الرقميه وعن كل خدمه وازاي بنقدر نفيد الناس عشان. بس معاكم كارنيه، معاكم اي حاجه بتقول ان انتوا يعني هي أوراق طرف رسمي مثلا؟ لا لا، هي اوراق بتتبعت للجامعه احنا. ان هي اوكي هم اكسبتد ان هم الرعايه الشرفيه للرقم، يعني الوزارات موافقتها ليكم معناها ان انتوا اخذتوا مصداقيه، يعني ان انتوا تقدروا تعرفوا الناس. لما بنتكلم مع حد بنقول له ان احنا الرعايه بتاعتنا وزاره الاتصالات، فهي زي ما محمد قال المسؤول الاول وزاره الاتصالات هي اللي تعتبر هي اللي عامله منصه مصر الرقميه. اه طبعا. فلما احنا ناخد منهم الرعايه الشرفيه معناها ان احنا برضو نعتبر واجهه للموضوع يعني. وده كان بيساعدنا ان احنا ناخد معلومات موثوقه، يعني قبل ما نوعي الناس باي حاجه كنا بناخد منهم معلومات موثوقه، ان احنا كنا بنقعد مع المسؤول عن الخدمات الرقميه في الوزاره. تاخدوا كل المعلومات من الشخص المسؤول نفسه. ونتاكد كمان ان البيانات فعلا مؤمنه عشان لما نتكلم مع الناس او نقنعهم بحاجه يبقى ده فعلا حاجه اكيده. صح. طيب هل انتم مكملين في الحمله بتاعتكم دي بعد بقى نهايه مشروع التخرج وكده، ولا خلاص هي هتقف بمجرد ما تتخرجوا ان شاء الله؟ لا احنا كده كده ان شاء الله هنكمل في المشروع. لان احنا كده كده برضو زي ما قلنا احنا واخدين الرعايه الشرفيه من وزاره الاتصالات، فاحنا كده كده يعني في خطه بعد ما نخلص اول ما نتخرج هنعملها. في برضو كمان احنا عاملين بنعمل دلوقتي زي اعلان للموضوع ان شاء الله هينزل خلال الشهرين الجايين يعني ان شاء الله. حلو. في اعضاء جديده ممكن تدخل غير ال 20 المقفول عليهم المجموعه؟ هو حاليا مش بنفكر ان احنا ندخل شباب جداد معانا. ليه؟ عشان الاول احنا عايزين يعني احنا زي ما قلنا مشروع تخرج بتاع سنه رابعه. اما هو بعد التخرج بقى بعد التخرج كل حاليا بس حاليا مش يعني مش جاهزين. احنا اصلا زي ما قلت لك احنا عايزين انتوا دلوقتي ركزوا في التخرج، بس بعد التخرج عايزين ممكن توسعوا احنا دي الخطه مع وزاره الاتصالات ان احنا هنوسع في محافظات اكتر. صحيح. ان شاء الله. دي نقطه مهمه كمان انكم تنزلوا المحافظات، لانه يعني مش بس يعني مهم انه الدور ده يبقى موجود في القاهره، ولكن حلو اننا نشوفكم في محافظات تانية كمان. احنا وصلنا لمحافظات اوريدي بس من خلال السوشيال ميديا، احنا عندنا 25,000 على السوشيال ميديا في كل البلاتفورم. بيكلمونا ناس من محافظات مختلفه كتير، سويس ومنوفيه وبورسعيد اغلبها واسماعيليه. ناس كتير بتكلمنا، يعني احنا وصلنا بس مش بشكل واقعي، يعني ما نزلناش مش على الارض ولكن من خلال السوشيال ميديا. احنا على الارض نزلنا في القاهره والجيزه يعني. في القاهره والجيزه نزلنا كتير، ونزلنا في مول ونزلنا في نادي ونزلنا في شوارع في القاهره والجيزه كتير. فيعني على الارض احنا وصلنا في القاهره والجيزه بس لسه لحد دلوقتي، لكن ان شاء الله تكملوا بعد التخرج ونبارك لكم يعني اكيد ان شاء الله لما تتخرجوا. نشكركم جدا على وجودكم معانا، نورتونا. اسراء حسنين ومحمد رويشد ومحمد فاروق ويومنا الليتي، نورتونا. شكرا. شكرا. فاصل يا شيري؟ يلا بينا. يلا بينا.
طول الوقت بلدنا فيها أماكن جميلة، طول الوقت بنبقى مستمتعين لما بنعرف مزارات جديدة نقدر إن إحنا نروحها ونتفرج عليها وعلى جمالها. والحقيقة إن شبابنا طول الوقت عندهم أفكار حلوة، طول الوقت يعني بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل صح جدا جدا، ويبدأوا إن هم يعرفونا على أماكن سياحية وأنواع جديدة كمان من السياحة في مصر يمكن نكون ما اكتشفناهاش قبل كده. والحقيقة أنه يعني مصر مش بس الأهرامات وأبو الهول، طبعا هي أماكن جميلة، ولكن في يعني بلدنا مليانة أماكن ومحافظات مصر المختلفة فيها تراث الحقيقة لو قعدنا يعني حلقات طويلة نتكلم عنه أكيد مش هيخلص، وهنلاقي إن احنا طول الوقت عايزين نكتشف أماكن جديدة وجميلة. والحوار الوطني هو فرصة مهمة جدا جدا وكبيرة جدا، لأنه يعني نشوف فيه وفي جلساته خريطة سياحية مختلفة لمصر. والحقيقة أن الحوار الوطني يعني تطرق وبيتطرق باستمرار لمناقشة السياحة في مصر وإزاي يعني تكون جاذبة بشكل أكبر. وشبابنا بالإضافة طبعا لدور الدولة ودور وزارة السياحة ودور القطاع الخاص، شباب مصر طول الوقت عندهم أفكار ومبادرات للترويج للسياحة في مصر والأماكنها الجميلة. وإحنا مبسوطين النهاردة أن إحنا معنا نماذج منهم عشان نتعرف منهم أكتر على أماكن جديدة ومزارات سياحية جديدة يحكوا لنا أكتر عنها وعن تفاصيلها. خلونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو اللي منورنا طبعا، المدون المصري معتز محمد، ومعتز يعني صاحب جروب شهير الحقيقة للسفر يمكن أغلبنا هيكون بيتابعه. منورنا يا معتز. بقى خليك بنورك. أهلا بيك. وكمان منورنا عمرو العجيزي صانع محتوى لتشجيع السياحة في مصر. أهلا بيك يا عمرو. أهلا وسهلا محمد. أهلا بيك. وكمان نهال يحيى، نهال صاحبة مبادرة اكتشف جمال مصر، ويعني عندها حاجات لطيفة جدا جدا بتعملها أكيد هنتعرف عليها من خلال وجودها معنا. منورانا يا نهال. أهلا بيك. أهلا بيكم جميعا. جميل إن احنا يعني يبقى عندنا ناس بتتكلم عن السياحة الداخلية، لأن كل الناس ما بتقولي سفر بيعتقد إنه اوتوماتيك انك قصدك بره. بالظبط. فخلينا نبتدي معاك يا معتز، لو ممكن تقول لنا للي ما يعرفش المحتوى اللي انت بتقدمه، الفكره واهتمامك بان انت تتعرف بمصر ومش بس الحاجات التقليديه اللي احنا عارفينها، شرم الشيخ والجونه والغردقه والساحل، لا انت بتتكلم عن مدن مختلفه ومحافظات مختلفه ممكن يكون العين والودن مش واخده عليها او مش الفاها قوي انها ممكن تبقى مزار مثلا. كان ايه سبب اهتمامك ده؟ هي سبب اهتمام طبعا بالنقطه دي، اللي انا دايما مقتنع ان مصر فيها اماكن كتيره حلوه. مش بس متاحف ومعابد واثار، لا، في حاجات كتيره جدا موجوده في مصر بس محتاجه تسليط الضوء عليها. كانت البدايه بتاعتي في بالنسبه للنقطه دي كانت بدات ببورسعيد. كانت عندي تركيز عليها كبير جدا، خصوصا بعد احداث الكوره. بورسعيد قعدت فتره طبعا مده طويله جدا من غير سياحه. فكانت الناس هي مشكلتها عموما في مصر ان هم محتاجين ان هم يطلعوا مكان، بس بيبقى مثلا معاهم بلان، يعني مثلا هركب من القاهره لبورسعيد ايه؟ بيتحرك الساعه كام؟ تكلفتها كام؟ هروح بورسعيد مثلا هفطر فين؟ بعد كده هبدا اتحرك ازاي؟ تمام؟ فدي هي المشكله اللي هي بتواجه عموما اغلب المصريين، ان في مدن ما يعرفوش الحياه اللي فيها ولا يعرفوا يروحوا فيها فين. فبدات النقطه دي ببورسعيد، وبعد كده اتحركت على الاسماعيليه برضه عملت نفس النقطه. خدت مدن القناه يعني. اخدت مدن القناه كلها، يعني يعتبر انا يعني مغطي حوالي 90% من مصر الاماكن اللي انا زرتها. اخر حاجه انا زرتها الفتره الاخيره كان من حوالي شهر كانت بنها. انت متفرغ للموضوع ده؟ لا، ده بجانب شغل، يعني مثلا عندي يومين اجازه جمعه وسبت، اطلع مثلا في يوم مكان جديد اروح اغطيه وخلاص. ده الفكر اللي انا ماشي بيه. هو انت بتغطي اماكن مختلفه يا معتز، يعني انا لما شفت مثلا تغطيتك لبنها لقيتك متكلم عن محل قديم جدا جدا مثلا للعسل، صح كده؟ بالظبط. يعني مش مجرد محلية. بتقول اماكن، ده انت بتقول على اشخاص وتراث ومحلات بقى لها فترات زمنيه طويله. بالظبط. يعني هو الفكره كلها ان انا لما طلعت بنها طبعا عشان اقدر انجح في حاجه زي كده واقول معلومه صح بيكون معايا حد من اهل البلد نفسهم. فهو اللي بيوديني الاماكن ويكلمني عنها تاريخيا، بجانب ان انا طبعا بخش برضه اتاكد من المعلومات نفسها من على جوجل. فمثلا بنها فعلا فيها اماكن تاريخيه، يعني انت عندك فعلا محل العسل ده بقى له مثلا حوالي 96 سنه. عندك اقدم صيدليه موجوده او اول صيدليه مسكها مصري في مصر، صيدليه النايب اللي هي موجوده برضه في بنها. وعندك برضه كل ده بحثك انت بتروح بدور وبسال على الحاجات دي كلها والاماكن دي عباره عن ايه. وعندك مثلا في قرى معروفه برضه تبع البنها زي مثلا العبادله.
قريه العبادله دي مثلا معروفه ان هي اغلب محلات الكشري اهل القريه دي شغالين فيها، بالرغم ان القريه دي ما فيهاش ولا محل كشري. بس على اغلب مستوى الجمهوريه لازم هتلاقي حد من اللي شغالين في الكشري، لازم هتلاقيهم من القريه دي. عندهم سر الصنعه يعني. بالظبط، هم معروفين ان هم امهر ناس شغالين. في العمارنه بتصدر المشمش، احسن مشمش موجود عندك. عندك قريه بتعمل اللي هو السجاد اليدوي، كانت بتصدره لبره. عندك قريه بتعمل الجريد اللي هو الاقفاص نفسها. فانت عندك كنوز بس ما حدش يعرف هي عباره عن ايه، ولا موجوده فين، ولا ازاي الناس تقدر انها تزورها. وفي نفس الوقت انت بتعملي تشجيع ان الناس مثلا تروح عليهم وتشتري منهم. فانت بتعملي برضو ميكس رواج. او رواج ما بين اللي هي الحياه البسيطه دي، ان احنا اغلبنا كمصريين دلوقتي بندور على الحياه اليدويه البسيطه اللي هي بعيد عن التكنولوجيا والكلام ده كله، فبالتالي بندور عليها هي موجوده فين. فانا بدات اركز على النقطه دي، اللي هو اشوف الاماكن دي موجوده ازاي، الناس بتروح لها ازاي. الاسعار برضو لو حبيت تشتري منها بتبقى اسعار بسيطه جدا، وخصوصا لو بتجهزي مثلا بيت. في حاجات كتيره جدا منتشره في بنها، يعني فعلا هي تعتبر كنز بس مش عليها الضوء. فده اللي انا حاولت انا اركز عليه الفتره الاخيره. طب عمرو عندك منافسه يعني جدا، مش بس معتز، في ناس بقت يعني مهتمه بموضوع المحتوى السياحي. انت اشتغلت وركزت على ايه عشان تتميز في منطقتك على صفحتك؟ هو اكتر من حاجه، اكتر حاجه مميزه انا شخصيا بتعجبني هي الاماكن الحدوديه، يعني حاجات زي مثلا في ناس كتير حاجات مثلا زي سيوه وان امازيغ مصر، وانت تختلط مع الناس، مش مجرد تروح بس زياره وخلاص، انت تعرف لغتهم وتشوف عاداتهم وتقاليدهم، تقعد في الاماكن البيئيه والاماكن اللي مش اوتيلات بقى الخمس نجوم، النوع ده مش ناس كتير متعوده عليه. صح. فده يعني بحب اعرف الناس بيه، حتى انا شخصيا والناس اللي عارفهم على دايره اصحابي، حتى والناس اللي لما بسافر بره ساعات بجيب ناس هنا يجوا معايا يتفسحوا هنا، يتفرجوا على الاماكن المميزه في مصر، الاماكن المختلفه. فين الصوره دي مثلا؟ احنا شايفينها دي فين؟ دي في سيوه، في واحد سيوه. فان انت تقعد مع الناس وتسمع اللغه، يعني ناس كتير في مصر ما تعرفش مثلا في لغه خاصه بامازيغ مصر هم بيتكلموها مع بعض. جزء تاني زي في النوبه، وبرده ان في الثقافه بتاعت اهل النوبه وليهم لغه خاصه بيهم، والثقافه تقعد في بيوت بالظبط، وتقعد في الجست هاوس دي لوحدها تجربه مختلفه. بالظبط بالظبط، ودي اللي بحاول حتى اركز عليه، ان مش كل حاجه الناس تقعد في الاماكن المعروفه، الفنادق، في الحاجات الوجهات دي بس. دي تجربه بالظبط، دي تجربه ودي تجربه تانية خالص. وفي ناس كمان بتيجي تحب تيجي حتى في القاهره، يعرفوا يحبوا يروحوا الاماكن اللي هي بيقولوا الكنوز المختفيه كده. أيوة. اللي هي مش الاماكن المعروفه. أيوة. الناس كلها عارفاها. طب قول لنا رحلت... كنز دلوقتي يا عمرو من الكنوز المختفيه. والله هو اهم كنز ان انت اي مكان تروحه تحكي قصته، يعني المكان بيكون ليه طعم مميز بان انت تشوفه كده بس، وان انت تعرف قصته وقصه الحاجه عن المكان ده حصلت، دي لوحدها بتوصل الموضوع لمعنى تاني خالص. طب بصراحه الناس اللي يعني انت اتكلمت على المحافظات الحدوديه دي، ناس رايقه وليها مجتمعها، ولحد ما او احنا بنعتقد كده انه هو مقفول شويه على نفسهم، حتى لان يكون عندهم اللغه الخاصه بيهم او ثقافتهم اللي بتميزهم. هل بيرحبوا بان يجي حد من مكان بعيد علشان يدخل مجتمعهم؟ يعني هم مرحبين بده؟ انت بتدينا مثلا شويه نصايح نتعامل ازاي، حدودنا ايه في الكلام، او طبعا في طبعا يعني طبعا في الاختلاط بيهم، بحيث ان احنا ما نضايقهمش بس نتعرف عليهم. اكيد طبعا، لان اكيد الناس دي فعلا بيكون هم بيور كده، يعني ناس بيتعاملوا بطبيعتهم بالظبط. حتى انت وجودك معاهم تبقى يعني مبسوط جدا. يعني فعلا من اجمل الناس في مصر اهل النوبه. اهل النوبه دول لوحدهم تقعد تتكلم معاهم تحس بصفاء جدا جدا، ويعني الموضوع بيبقى جميل جدا. طبعا فطبعا بين اي حد بنروح مثلا واحنا معاه، او حتى في الفيديوهات بنعرف ان في طبعا كل المكان دوت، وده مثلا قاعد في الجست هاوس في بيوت الاستضافه دي. ده ناس بتستضيفك، انت مش رايح في فندق، مش بتتعامل بان انت قاعد في فندق ولو سمحت هات لي كذا وانا مش عاجبني البتاع. لا، انت قاعد في بيته، انت قاعد في بيته وهو بيضيفك وبياكلك من اكله. صح. الشخصي وحاجه زي كده. فدي لوحدها لازم بنعرفها للناس طبعا. مشهد الروعه هنا دي في اسوان.
الله اسوان هو جبل مش زي النيل اسوان والله. والله حاجه خرافه. جبل الهوا من الاماكن اسمه ايه؟ جبل الهوا. جبل الهوا بنطلع نعمل كده هايكنج عشان نطلع نشوف بقى منظر اجمل منظر تقدر تشوفه لاسوان بعد ده زي سان كاترين كده لازم تطلع في الفجر برضه. لا لا ده حاجه عادي. بسيطه خالص ده ممكن 20 دقيقه بس انا ما قدرتش اطلعه الحقيقه. مش حاولتي؟ المره الجايه نطلع نطلع مع بعض يا عم. ماشي خلونا بقى نروح لنهال. نهال يعني مبادرتك اكتشف جمال مصر كلمين عنها، يعني امتى بداتي تهتمي انك عايزه تكتشفي وتخلينا نكتشف معاكي احنا كمان الاماكن المختلفه في مصر؟ في 2018 كنت مسافره اكتر من مكان، وكنت لما بروح المدن دي كنت بقول لاهل المدن انا عايزه اماكن مش اللي الناس بيجوا بالظبط، انا عايزه اماكن بتاع اهل البلد. يعني لما رحت مطروح قلت لهم انا مش عايزه الشواطئ اللي كل المصيفين بيجوها، انا عايزه اروح شواطئ انت كراجل من مطروح لما بتاخد اهل بيتك بتوديه الشاطئ ده. ودوني وقتها شواطئ انا انبهرت بجد من حلاوتها ونظافتها، وطبعا هي ما فيهاش خدمات لان هي مش للمصيفين، ولكن احنا كنا بناخد مفارش وخيم وننصب على الشط ونقعد. الشط كان حلو قوي من كتر ما هو طبعا مش حد بيروحه خالص، ما فيش اي اقبال عليه، فالميه نظيفه خالص مش ملوثه، مش معروف مفيش. هو اهل البلد اللي كانوا بيروحوا بالظبط. فمن هنا جت الفكره انه طب ما انا ممكن اعمل حاجات زي دي اعرف الناس انه في اماكن ثانيه غير الشط. ايه اللي احنا معانا في الصوره يا نهال ده؟ ده في مطروح برضو، ده في باجوش، ده قبل مرسى مطروح ب 50 كيلو يعني بعد راس الحكمه على طول بين مطروح وراس الحكمه. ده احلى لون ميه، ده فظيع. ده انا انبسطت قوي وانا رايحاه. ده يعني واحنا رايحين في الطريق بنعدي عليه، طبعا هو شاطئ ما فيهوش اي خدمات تماما، ولكن البحر كله بيبقى بتاعك لوحدك، بتبقي قاعده على الشط كله، خصوصيه رهيبه. بالنسبه للستات اللي مش بتحب تنزل مثلا في الاماكن الزحمه يبقى مناسب ليها جدا. كنت بقى بحب اوثق الحاجات دي اللي هو في اماكن احنا ممكن نبعد عن الزحمه. في ناس كتير بقت بتضطر انها تسافر بره مصر عشان موضوع الزحمه والكلام ده، لا في اماكن في مصر اصلا لسه احنا ما نعرفهاش لو رحناها بالظبط. لو رحناها، ودي كانت الفكره من المبادره ان انا بصور حاجات مش معروفه قوي بس انت مش بتصوري عادي كمان، انت بتصوري بملابس يعني اللي احنا عرفناه من البحث، بتصوري دايما بملابس وبتعملي صورك بشكل غير بقيه المدونين بالظبط. هي دي جات لك الفكره ان هي دي التميز بتاعك مثلا؟ انا اول ما بدات شغل في السياحه انا شفت ان مصر فيها تراث كتير قوي، تعدد في الثقافات وفي اللبس وفي الاكل وحتى طريقه الكلام مختلفه من محافظه للتانيه، عندنا لكنات كتير قوي في مصر. فكنت عايزه اوثق ده على شكل صور او فيديوز، بقيت اشوف ايه الحاجات اللي اللبس فيها كان تراث في المكان ده حتى لو ما بيتلبس لحد دلوقتي. زي لبس الفلاحي مثلا، كتير ما عادوش بيلبسوه بقى في معظم الارياف دلوقتي، بقى بيلبسوا لبس عادي. ولكن انا لما رحت لبست المنديله بقويا بتاع الارياف ولبست، رحت الصعيد لبست عبايه صعيدي ورسمت على وشي الخطوط اللي بيرسموها، لبست الزي الامازيغي، لبست حتى الفرعوني. ما عادش حد يلبس فرعوني. ده الفلاحي ده الفرعوني. فين هنا في الفرعوني ده انت لابساه فين؟ ده في أسوان، معبد فيلة في أسوان. ده أنا كنت عايزة يعني أوصل فكرة إنه إحنا في مصر عندنا ثقافات كتير ولبس كتير وتراث كتير. ده جزء كبير جدا من الثقافة على فكرة. اللبس طبعاً. 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 يعني اللبس والأكل كمان. أيوة. يعني أيوه ده أساسي. أو أخبار الأكل إيه في مبادرتك طيب؟ عايزة أقول لك إن دي أكتر حاجة أنا حبيتها في شغلي. أهم حاجة. مش كده؟ أنا كنت فعلاً بروح بقول أنا عايزة آكل الأكل اللي أنتوا بتاكلوه، ودي اكتشفتها لما سافرت كل مصر، لأن في محافظات كتير قوي فيها أكل احنا ما بنطبخوش خالص في القاهره. يعني في سيوه مثلا في ابو مردم، ده احنا مش بنعمله في القاهره. ايه ابو مردم؟ النوبه مثلا بيعملوا طاجن ملوخيه بالبيض، دي كانت اكله غريبه جدا. حلو. هو غريب يعني احنا مش متعودين عليه، مش تقليدي. مش تقليدي بس هم مشهورين قوي بالطواجن وليهم بهارات كده بيحطوها على الاكل بتخليه حلو قوي. في سيوه في اكلات كتير، في مطروح برضو متميزين. الشاي انا كنت حتى لسه منزله بوست قريب ان انا ما كنتش بحب الشاي ابدا لحد 2018، وكنت بستغرب الناس بتشرب الشاي، يعني بحس ان الشاي ده مشروب طعمه مش حلو. ازاي بتقولي كده؟ لحد ما سافرت مطروح في 2018 عملوا لي شاي من بتاعهم بقى. من بعدها انا يوميا بقيت بشرب شاي، حبيته جدا.
طب معتز نروح لك وتقول لنا ايه اكتر يعني مدينه رحتها وكانت ملفته جدا بالنسبه لك من احلى الفيديوهات اللي انت عملتها مثلا؟ بالنسبه لي هقول لك مثلا ممكن بورسعيد، يعني بورسعيد بالنسبه لي الناس بتروح بورسعيد طول يعني كتير جدا، بس عاوز اقول لك هي فيها ميكس، وخصوصا لو تعرفي ان انت توصلي في الوقت اللي هو بتاع طيور المهاجره بتاعت النورس. طب امتى بقى قول لنا؟ فات الوقت ولا لسه؟ هو دلوقتي قليل، ان هو المفروض بيبقى الوقت بتاعهم شويه شتوي. فانت عندك الفتره دي بيبقى عندك طيور النورس وعندك اللي هو طيور الفلامينجو. لا فعلا فدي بتبقى بالنسبه لنا طبعا احلى وقت. دول بقى عند المعديه بور فؤاد اللي هي بالظبط ناحيه المعديه، بس الفلامينجو بيبقى ناحيه الملاحه اكتر، بيبقوا في وقت ايه الفلامينجو ده؟ ده من شهرين، احنا دلوقتي شهر 4، يعني ممكن نقول مثلا شهر 1 شهر 2 يعني لسه هيجي في الوقت ده. بتبقى ده الوقت اللي هو الهجره بتاعتهم، فانت لما بتروحي في الوقت ده مع الجو وبتتصوري من ناحيه المعديه راكي طيور النورس واللي هو المسجد اللي وراكي، تخدتي لقطه رهيبه عالميه. بالظبط. بجانب هناك مثلا في جبال الملح، جبال الملح دي حاجه وهميه طبعا، يعني احلى فوتو سيشن بيتعمل هناك اللي هي الناس بتعملها كانك في التلج. صح. فبرضه الفوتو سيشن بتاعها بيبقى حلو. عندك اللي هي المنطقه بتاعت بور فؤاد اللي هي الفيلل بتاعت هيئه قناه السويس، هي على شكل طبعاً. يعني حاجات اللي هو على شكل اللي هو الفرنسي ده بيبقى برضه منظر حلو جدا. عندك سوق السمك ده برضه اللي هو سوق السمك الجديد ده برضه من الحاجات الحلوه. عندهم مشروع هايل الحقيقه برضه. عندهم برضه اكلات محدش يعرف عنها خالص اللي هو زي التمريه والسمنيه، ده يعتبر من الاكلات التراثيه الموجوده عندهم. التمريه والايه الثانيه؟ السمنيه. والزلابيه، الزلابيه بتاعتهم مختلفه عن بتاعت اللي يعني بناكلها في اسكندريه دي. الزلابيه بتاعتهم على شكل مثلا شويه دونتس، والطعم بتاعها قريب من الدونتس. السمنيه بيبقى عباره مثلا عن حاجة قريبة شوية من المهلبية بس بتبقى ماسكة شوية نفسها. دي بيشوحوها في السمنة. التمرية بيبقى زيها بس بيلفوا عليها حاجة كده زي الجلاش ويقلوها. بيلفوا عليها جلاش وإيه؟ حاجة زي الجلاش كده ويقلوها. فدي مثلا برضو من الحاجات المعروفة عندهم. مثلا حاجة تانية مرة جولة معاك بقى نخلينا نجرب الحاجات دي عشان كده مش هينفع بصراحة. عشان كده بقول لك في حاجات كتيرة هناك جدا بحب إن أنا أركز عليها وحاجات مش منتشرة جدا بالنسبة لمصر. طب عمرو في حاجه دايما بتتقال ان احنا محتاجين نثقف نفسنا ازاي نتعامل مع السائح، دايما بنتكلم على السائح الاجنبي. طبعا. برضو قول لنا من واقع خبرتك في صفحتك، انت شايف ان احنا محتاجين نعمل ايه عشان نشتغل على نفسنا بس مش بس الاجنبي المصري؟ ان في كتير من المصريين بيشتكوا مثلا ان احنا لما بنروح اماكن سياحيه بنتعامل معامله مش احلى حاجه في الدنيا. أيه. وبيبقى في مآخذ، انا عارفه ان في ناس ساعات بتتصرف تصرفات مش احسن حاجه، بس في النهايه دي بلدنا واحنا اللي في اوقات الازمات اللي كنا بنملى الفنادق وبنشغلها وندور عجله السياحه. هو بالنسبه لي انا عن نفسي عامل جولات سياحيه مجانيه في القاهره للناس اللي بيجوا اجانب جايين هنا في مصر. معظمهم من جاليات عربيه وحاجات زي كده، عشان بحاول احسسهم ان مش كل حاجه احنا مش عاوز منك فلوس، عشان برضو في ناس بتبقى على طول او اكتر حاجه السائح بيخاف منها ان هو ما يحس ان في حد بيحاول يتحايل عليه، حد بالظبط، حتى لو ممكن يساله، حتى لو في كلمه يقول له كل سنه وانت طيب لوحده او حاجه زي كده. فاما يطمن لما حد يبقى معاه ويحس ان هو مش عاوز فلوس، انا عاوز افسحك. انا فعلا بنبسط ان انا اشوف حد في عينه ان هو مبسوط ان هو اكتشف مكان، ان هو حس بالسعاده، ان هو اطمن، ان هو حاسس ان هو يقدر يتفرج على البلد بدون ما يحس باي خوف، وان هو يجرب حاجات دي لوحدها. ان انت تقعد مع ناس بتجرب حاجات جديده وانت توري لهم الاماكن دي لوحدها يعني متعه جميله. ويا ريت ناس كتير، في دول كتير على فكره في حاجه اسمها جولات مجانيه تبقى موجوده في الصديق السائح دي كمان. انا عارف الكارنيه بيطلع فدي بتخلي الناس كلها في اي دوله تنزل وبقى في مثلا موقع او حاجه زي كده، وتقدر تدخل تكتب عليه تشوف الجولات المجانيه ميعادها امتى، وناس بتقدر في الاخر. بس هي بره بقى ليها نظام تاني، يعني بره بيبقى في الاخر انت لو انت عاوز تدفع يعني تيبس مقابل المعلومات اللي انت خدتها اوكي، مش عايز بيبقى عادي جدا. فدي بتبقى حاجه بس احنا مبسوطين ان انت بتعملها مجانيه يا عمرو والله. يعني ايوه يعني عشان تشجعنا كلنا ان احنا نكتشف الاماكن الجميله دي. ربنا يخليك. اكيد اكيد. يعني طبعا انتوا نورتونا، نشكركم جدا على وجودكم معانا. نهال نورتينا، ميرسي، ربنا يكرمك. انك تروحي اماكن اكتر بقى وتجربي يعني كل لبس الأكل. مختلف واكل مختلف اهم حاجه. وطبعا معتز نورتنا جدا يا معتز. نورك، شكرا ليكي جدا. نورتنا يا عمرو. ربنا يخليك، شكرا جدا. شكرا ليكم بجد، انتوا عاملين مجهود رائع.
وان شاء الله يعني تلاقونا معاه يعني بنتبع جوالاتكم ونصايحكم خصوصا او بنيجي معاهم يا ريت ومن مغامراتكم انتوا لمغامره حبيبتي اللي قاعده جنبي. يعني شخصيه بجد متميزه جدا وفريده، والله مش عشان زميلتي وصاحبتي بس، هي جواها كده طاقه الواحد يتعلم منها ويتمنى يتعدي منها. الحقيقه ان هي دايما معودتنا في البرنامج وفي قعداتنا انها عندها الرغبه والقدره والطاقه انها تجرب كل ما هو جديد، لكنها المره دي بجد ابهرتني على مستوى تاني خالص، لانها قررت انها تمارس رياضه لو اي حد تاني هيفكر مرتين ثلاثه اربعه عشره قبل ما يلعب. رياضه الايه؟ الرمح، القوس والسهم. القوس والسهم، القوس والسهم، القوس والسهم. حاجه قديمه جدا بس انا منبهره. اولا انا عايزه اشكرك جدا يا شيرين بصراحه، لانه انت يعني من اول الناس اللي شجعتوني يعني طبعا على الرياضه دي اول ما حكيت لك، ولكن كنت متحمسه قوي قوي انه تطلع فقره لازم يعني نقول للناس فيها ايه هي الرياضه دي ونوري الناس فيها ان فعلا في فريق منتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين. الحقيقه عايزه اشكرك جدا يا شيرين حبيبتي يا رضا. كمان يعني ناس كتير الحقيقه انا محتاجه ان انا بجد اشكرهم، يعني استاذه هدى رشوان رئيس التحرير طبعا برنامجنا، سفيره عزيزه انا لازم اشكرها لانها تحمست جدا جدا اول ما يعني عرفت الفكره وكانت مهتمه انه الفقره دي تطلع. طبعا كمان خلوني اشكر مريم مصطفى بروديوسر اللي بتتعب معانا جدا، وعمرو ابو سنه مخرج الفقره اللي حقيقي تعب جدا علشان الفقره دي برضو تبقى يعني موجوده قدام حضراتكم النهارده، كل الكرو مدير التصوير محمود السعيد وشعراوي في الانتاج وكل الناس بجد اللي تعبت علشان الفقره دي تطلع. الحقيقه يعني انا عايزه اشكرهم وعايزه اشكر ضيوف الفقره اللي هم يعني انا سعيده ان انا يعتبر جزء من الفريق ولاعبه في فريق القوس والسهم، اللي ان شاء الله حضراتكم هتشوفوا من خلال الفقره ان في بطولات كتيره جايه للفريق ده في الفتره الجايه، وان شاء الله هنمثل مصر في كتير من البطولات العالميه. يعني نتمنى تستمتعوا بالفقره اللي حضراتكم هتشوفوها، ومره تانية شكرا لكل حد يعني كان سبب في انه الفقره دي تتعرض على حضراتكم النهارده. شكرا يا شيرين، شكرا لك. وانا متشوقه اشوف بطلتنا اللي ان شاء الله في طور التحضير لان هم في معسكر مفتوح. ايوه فخلينا نشوف نعرف اكتر عن الرياضه دي ونتخيل كده ازاي رضوى وزميلاتها في الفريق قدروا يمارسوا هذه الرياضه وبيحضروا كمان لبطوله عالميه. حضراتكم في فقرة جديدة من فقراتنا. الحقيقة انه زي ما انتم متعودين ان احنا بنكون معاكم في مغامرات، عملنا كتير سكاي دايفنج، عملنا كاياك، عملنا باتيناج، عملنا اكتر من مغامرة ليها علاقة بالرياضة، ولكن النهاردة هي مش مغامرة، هي الحقيقة صورة مختلفة هنوريها لحضراتكم، لانه انا مش مجرد بقدم لكم فقرة وبس وبعمل فيها المغامرة، الحقيقة أن أنا جزء المرة دي بقى من اللي حضراتكم هتشوفوه معانا النهاردة. النهاردة إحنا هنوريكم ونقرب لكم صورة ليها علاقة بلعبة
أول ما بنتكلم عنها على طول وبنسمع اسمها بنقول إنها أكيد أكيد هيلعبها شخص مبصر، شخص بسهولة جدا هيقدر إنه يشوف تفاصيلها. اللعبة دي هي لعبة القوس والسهم. الجديد بقى اللي حضراتكم هتشوفوه معانا النهاردة هو إنه اتكون فريق للمكفوفين لرياضة القوس والسهم في مصر، وهو ده هيكون منتخب مصر للقوس والسهم اللي ان شاء الله في الفترة الجاية هيشارك في بطولات. الحقيقة ان ده حصل بمجهودات لناس كتيرة جدا جدا، قرروا ان هم ياخدوا المبادرة وقرروا ان هم يقدموا اللعبة دي للمكفوفين، ولكن من خلال الامكانيات او التكنيكات اللي بتتناسب معاهم تماما، واللي حضراتكم هتشوفوها وهتعرفوها معانا بكل تفاصيلها. خلونا نقربكم اكتر للصورة وناخدكم كده في جولة مختلفة النهاردة مع ضيوفنا اللي منورينا، واللي الحقيقة انا فخورة جدا جدا انه انا مش بقدمهم بس كمذيعة او مقدمة الفقرة، لكن فخورة جدا كمان ان هم بيدربوني على اللعبة دي، وان انا بدأت امارس رياضة بشكل يعني خلينا نقول فيه احتراف. خلونا نرحب بكابتن اشرف خليفة المدير الفني لمنتخب مصر للقوس والسهم. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن رضوى. اهلا بحضرتك. اهلا شرفتينا وانت معانا اساسا يعني. شكرا يا كابتن، ده شرف ليا. اهلا بحضرتك. وكمان خلونا نرحب بالكباتن بقى مساعدي المدرب الكابتن جيهان ابو زيد. الكابتن اهلا بيك يا كابتن جيهان. كابتن هديل رسلان اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا رضوى. وهم مساعدي المدير الفني لمنتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين، منورينا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن. يعني اولا انا النهارده احساس مختلف، لانه انا مش بس بتكلم مع حضرتك كمذيعه، ولكن انا مبسوطه وفخوره ان انا لاعبه يعني لرياضه القوس والسهم حقيقه، وده شرف كبير ليا جدا. ولكن عايزين بقى نبدا نعرف الساده المشاهدين على اللعبه دي. اول ما حد بيسمع الاسم قوس وسهم يقول بس دي لعبه اكيد يعني سهم وبيتنشن وكده في التارجت، فالشخص اللي هيلعبها هو اكيد شخص مبصر. المبادره اللي حضرتك قررت ان انت تاخدها علشان المكفوفين كمان يمارسوا الرياضه دي بشكل طبيعي. اولا رياضه القوس والسهم اساسا للمبصرين، لكن من عده سنين فاتت اتعمل البارالومبي للبلايند ان هم يلعبوا قوس وسهم، ولكن ببعض المحدثات اللي بتساعدهم على الرمايه. المبصر ليه سايت في قلب القوس بيبص فيه ويضرب وينشن من خلاله، انما البلايند لا، دي ستاند الكفيف. لا البلايند الكفيف يعني انا ما بقولش كفيف يعني انا يعني بقول بلايند علشان برضو نبقى بنتكلم تمام. هو بيبقى ليه ستاند وليه بنز هو بيحطه ما بين السبابه في الفقره وبيضرب بيه كانه سايد بالنسبه له. كل اللي هو عليه ان هو الاداء البيزك والستايل بيبقى صح، واحنا بنظبط الارتفاع والانخفاض والاتجاهات يمين وشمال. اللي هي وقفته المفروض تبقى صح ويبقى واخد وضع الاستعداد للضرب بالظبط زيه زي المبصر بالظبط. بيأدي نفس الاداء بنفس البيزك. بالعكس انا يعني بحيي البلاينت لما بيجي بيلعبوا. ليه؟ لان هم عندهم حته المبصرين مفتقدينها، هي الاحساس بالمسافه. المبصر لما بيشوف مسافه بعيده او بيضرب 70 متر فبيجيله رهبه من المسافه. ايوه. لكن البلانت لا، ده هو مش عارف يضرب على مسافه كام، 5 متر 10 متر 50 متر 70 متر، هو ما عندوش حته الخوف دي. مش قلقان انه يبص على المسافه. ما فيش الرهبه من رهبه المسافه دي متشاله من عنده. هي دي الحته اللي بيفتقدها المبصر. ولكن بديل فكره النظر في المكان المخصص لده الموضوع بيبقى ليه علاقه اكتر باللمس. بالظبط. ومن هنا الفكره جت لحضرتك انه تبدا في تكوين الفريق. بالظبط كده. طيب نروح لكابتن هديل وكابتن جيهان. يعني كابتن جيهان انا يعني عايزه اكلمك بقى على نقطه انا شايفه انه حضرتك مميزه فيها جدا جدا، وهي انك اصلا دراستك ليها علاقه بالتربيه الخاصه، وانت في الملعب بتدربي اكيد اكيد، وهتقولي لنا بقى على ده اعتمدتي على دراستك في ده ولا لا، لانه احنا بنشوف منك دقه متناهيه في كل خطوه بتعمليها وانت بتقدمي لنا التدريب، فاحكي لنا ده برضو جه ازاي. اهلا بيكي الاول يا رضوى. اهلا بيكي، مشرفونا دايما في الملعب. شكرا. انا جيهان تربيه خاصه. تمام. فانا الخلفيه اللي عندي في مجال التربيه الخاصه يعني عارفه ان احنا مثلا عندنا كفيف، فايه حاسه البصر
مش موجود. تمام. فاحنا بنستغنى عن ده بالايه؟ باللمس. تمام تمام. مثلا عشان اظبط الوقفه بتاعت الكابتن اللي معايا اللي انا بدربها، فببدا الاول ان هي ابدا معاها باللمس. تمام. يعني اللي هو ايه، تعرفونا على كل جزء من اجزاء اللعبه، يعني القوس اللي معانا ده مثلا بتقولوا لنا بيتكون من ايه بالظبط، الاسهم برضو اللي بنستخدمها، الريشه بتاعتها فين وبيتركب ازاي، اللي هي كل ده بتلمسه بايديها، بتشوفه بايديها. تمام. فانا اعتمدت على ده من خلال خبرتي بقى في مجال التربيه الخاصه، ان انا اصلا بستمتع وانا بمرن البلاينز، وبيبقى باين واضح يا كابتن جيهان حقيقي. يعني انا دمجت الخبره في دراستي مع التدريب برضو الموهبه اللي انا بحبها. أيوة. فدمجت الاثنين مع بعض، فانا بستمتع وانا بمرن، يعني حاجه جميله. كابتن هديل. ايوه. كابتن هديل بقى وقمه في التحفيز ورفع الروح المعنويه لاي حد بيتدرب معاها. يعني فقولي لنا يا كابتن هديل، بتشوفي انه ده بيفرق ازاي مع اي لاعبه حضرتك بتمرنيها؟ قد ايه فكره انه رفع الروح المعنويه وانك كمان تبقي متابعه كل حاجه ليها علاقه بالرمي وبالمسافه والرميه جت ازاي، جت صح ولا غلط، وكل الاخطاء بتوضحيها بس في نفس الوقت بدون ما توتري اللعيبه اللي قدامك؟ يعني طيب، اول حاجه انا بتعامل مع البلايند ان احنا زينا زي بعض، لازم يبقى وصل لهم احساس مفيش اي اختلاف بيننا وبين بعض خالص. فبنبدا نتعامل ان احنا زي بعض، اللعبه بقى زي ما احنا بنقف بالظبط، ظهرنا وايدينا كل حاجه، بس الاختلاف كل واحد ليه نقطه تنشين بتاعته خاصه بيه، بمعنى المبصرين ليهم نقطه تنشين بتاعتهم اللي بينشنوا بيها، السن البن السايت، البلايند ليهم ستاند، يعني ممكن تقوليها مثلا كل واحد بيتميز بحاجه تخصه. تمام. حاجه خاصه بيه. فلما انت بتتعاملي مع البلايند ان هو يعني ما فيش اي فرق بينك وبينه، هو بيبقى مستريح، بتلاقيه ان هو بيتعامل بتلقائيه ومش حاسس ان هو مختلف وانت بتتعاملي معاه. ولازم لازم لما نيجي نتعامل مع حد، مش لازم بقى بلايند مبصر، لازم اول حاجه بنفهمه كل حاجه خاصه باللعبه، لازم نحتويه بكل مفاهيم اي حاجه من اي تو زي في القوس والسهم، يتهيئ الاول يستسلم صح، وبعد كده يطلع بقى ايه يضرب. ايوه. بس لازم ياخد ستيب باي ستيب، التسرع مش حلو اصلا خالص. أيوة. لازم يبقى باله طويل عشان يعرف يوصل لنتيجه مرضيه، يبقى راضي ان هو عارف يوصل. بس طبعا ده بيحصل الحقيقه. كابتن اشرف، عايزه ارجع مره ثانيه لحضرتك، وبعد بقى ما اتكلمنا عن فكره التدريب والاعداد للتدريب وكده، الخطوات الجايه ايه؟ يعني بما انه بقى ده فريق منتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين. والله بص، انا اقول لحضرتك حاجه، واحنا حاطين خطه تدريب للمنتخب، لان احنا حاجزين مكانين في بطوله برمنجهام في انجلترا، ودي بطوله عالم بتتعمل كل 4 سنين، بس هي ملهاش علاقه بالبارالومبي بتاعت باريس. دي بطولة تانية مختلفة، دي بطولة تانية خالص مختلفة، بس دي بطولة عالم بتعمل في برمنجهام، على أساس أن مدينة في إنجلترا. أيوة. فيها أكبر نسبة بلايند في إنجلترا وفي العالم. أيوة. فبنتجمع هناك، وإن شاء الله البطولة دي في شهر 8 إن شاء الله. فإحنا حاجزين مكانين إن شاء الله، إحنا عاملين معسكر للكل، والمكانين دول إن شاء الله هيحوزوا إن شاء الله السفر، وإن شاء الله نرجع بالميدالية بأمر الله. ودي أول احتكاك للمنتخب، الناس اللي هتسافر، علاوة أن في بطولة هنعملها محلية رسمية الشهر الجاي إن شاء الله. لأن احنا عندنا بعد ما نرجع من منجهام في بطولتين برا للمعسكر وللتصفيات للبارالومبي باريس 2024 إن شاء الله. حضرتك يا كابتن، مش بتحس بأي صعوبة في فكرة تدريب الشخص الكفيف على اللعبة؟ بالعكس والله يا كابتن رضوى، انا ببقى سعيد جدا وببقى مستمتع بتدريبهم، لان هم حساسين جدا وهم علموني ازاي انا كمان ابقى حساس يعني، لكن هم بيبقوا حساسين جدا، ودي بتديهم دفعه لقدام، وهم عندهم طاقه داخليه عايزين يثبتوا للناس ويثبتوا لنفسهم ان هم مفيش فرق. وانا بساعدهم على كده. احنا عاملين معسكر ممكن يكون يعني مضغوط شويه، لكن احنا انا لقيت فعلا من المنتخب كل الترحاب وكل الدعم، حتى من قياده النادي دعم كبير جدا معنوي وفني وكل حاجه. النادي بصراحه ما بيبخلش كمدير نادي او اداره النادي، ما بيبخلوش بأي حاجة بصراحة. هم عايزين يرفعوا اسم مصر
واحنا عايزين نرفع اسم مصر ان شاء الله بالتأكيد. في انجلترا ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. وهتستعدوا للبطولات الجايه ازاي؟ بنكثف التدريب وبفضل النادي يعني فاتح لنا الملعب فترات طويله, وبفضل طبعا توجيهات الكابتن اشرف خليفه هو بيدينا تعليمات وبنمشي عليها بقى, واللعيبه مجتهدين زي كده يا رضوى. شكرا يا كابتن. مجتهده جدا شهيده يعني اعتز بيها الحقيقه. مجتهده ما شاء الله عليكي, وبتسمعي الكلام والتعليمات بتنفذيها بالحرف, فده بيسهل علينا الاستعداد للبطوله. وانت يا كابتن هديل؟ مش هختلف كتير عن كابتن جيهان خالص في الكلام اللي هي قالته, وزي ما انا قلت ان هو طالما في اصرار وفي التزام هيبقى في نتيجه في الاخر مرضيه وهترضي جميع الاطراف, بس اولنا هيبقى اللاعب. طول ما اللاعب ناجح احنا ناجحين لان هو بيمثلنا. ايوه بس مميزات اللاعب اللي يلعب قوس وسهم او الشروط المفترض تتوفر فيه ايه يا كابتن اشرف؟ يعني خلينا نتكلم عن المكفوفين طبعا دلوقتي بما ان ده هو محور فقرتنا. يعني بالنسبه للبلايند الصبر وطوله البال ويثق في المدرب بتاعه وينفذ التعليمات ويلتزم بالتوقيتات, هي دي شروطي. احنا بنصنع بطل, مش بطل النهارده ولا بكره, لا ده بطل 10 15 20 سنه قدام يبقى بطل اولمبي. فبالاليات دي هو بيتربى دلوقتي رياضيا بالامكانيات دي بالستايل ده. يا نقدر كلنا نكون قد المسؤوليه بامر الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا حاسس وانت معانا وحاسه ان شاء الله. ده شرف ليا. مش هقول المجهود بتاعنا, لا انتوا المجهود بتاعكم انتوا معانا. لا ومجهود يعني انا بقول طبعا. الحمد لله ان انتوا مستحملنا يعني. لا وان حضراتكم مستحملنا برضو. ده لا 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 اطلاقا يعني مجهوداتكم حقيقي كبيره, والمبادره اللي حضراتكم اخذتوها انه يبقى في فريق يعني للقوس والسهم من المكفوفين حقيقي مبادرة تحترم جدا جدا, وان شاء الله نكون قادرين اننا نمثل مصر في الفترة الجاية في البطولات الجاية ونجيب بقى الميداليات الذهب. وانتم معانا يا كابتن هديل وكابتن جيهان ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم جدا جدا حقيقي على وجودكم. واحنا بنكمل كلامنا مع حضراتكم عن رياضة القوس والسهم للمكفوفين, كان ضروري جدا جدا ان احنا نشوف ونتعرف اكتر على فريق منتخب مصر لرياضة القوس والسهم, وكمان لسه منورنا الكابتن اشرف خليفة المدير الفني لمنتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين, وكمان يعني مبسوطين جدا انه منورنا اللاعبات الجميلات يعني. وخلونا كده نبدأ ونرحب بيهم. عبير عرابي منورانا يا عبير, وصفاء سامي منورانا جدا يا صفاء. اهلا بيكي. وكمان منورانا رندا حسني, منورانا يا رندا. وباسنت احمد, منورانا يا باسنت. طبعا يعني مبسوطه جدا ان احنا مع بعض النهارده في اللقاء زي ما احنا بنبقى مع بعض في الملعب. وانا سعيده جدا كابتن, يعني كان لازم حضرتك تبقى موجود معانا لانه اكيد من غير جهد حضرتك وطبعا مجهودات كل القائمين على نادي الحرس كمان الحقيقه يعني اللي بيقوموا بدور كبير جدا, اكيد في دعم كبير بيتقدم لكل اللاعبات اللي موجودين. فالبعد الانساني والدعم النفسي ده قد ايه بيكون مهم وقد ايه حضراتكم بتكونوا حريصين عليه؟ بص حضرتك احنا بنتكلم على كهيئه احنا بننضم ليها كنادي حرس, دعم من مدير النادي, دعم معنوي كثير اللقاءات معانا لرفع الروح المعنويه ما بين اللاعبات وحسهم على اعطاء اكبر جهد في اقصر فتره ممكنه. فدعم كبير جدا بيقدمه النادي من مدير النادي لغايه ضباط النادي الاتحاد المكفوفين, كل ده دعم غير عادي لرفع الروح المعنويه اكيد علشان في اقرب وقت نصل للتارجت بتاعنا ان شاء الله ان شاء الله. طيب واحنا معانا اللاعبات بقى يا كابتن, هتقول لي مين اشطر حد فينا ولا ايه؟ هتقول لنا المفاجاه دي احنا مستنيين نعرفها من بدري على فكره. بص يا كابتن رضوى يعني انت معانا ومعانا في الارض في الملعب يعني مش هقدر اقول مين احسن من مين. ما بفضلش حد عن حد يعني. كابتن رضو كويسه,
كابتن عبير ممتازة، كابتن صفاء تمام. بس اكيد كل لاعب فيه حاجة او كل لاعبة فيه حاجة بتميزها. كابتن راندا، كابتن بسنت، كلهم يعني لعيبة اولا بيسمعوا الكلام ودي اهم حاجة. تاني حاجة بتغطي الدفاعات على طول، بتتغطى على طول من كتر الكومنتات عليهم، لكن الاستجابة بتاعتهم عالية جدا. تمام. وده اللي بيفرحني، ده اللي بيشجعني. تمام. عبير، عايزة يعني اجيلك بقى وتحكي لي اكتر كده، لما قررت ان انت هتلعبي قوس وسهم، كان ايه اول رد فعل بالنسبة لك مع اول مرة نزلتي فيها الملعب وبدأتي ان انت خلاص هتضربي؟ بس خليني ارجع لك لورا خطوه. انه انا لما جيت اخد ماجستير في الاداره الرياضيه، اتقال لي من مديريه الشباب والرياضه ان انا ما ينفعش اخد ماجستير الا ان كنت مقيده في اي لعبه. ففي الفتره دي ما كانش عندي حل ان انا اخد الماجستير من اي هيئه حكوميه، فابتديت ادور في هيئات خاصه. بعد ما سبحان الله خدت بدات اول خطوات الماجستير، لقيت جات لي فرصه القوس والسهم. فسبحان الله لما بتمشي خطوه ربنا بيفتح لك الف سكه. صح. لانه بالنسبه لي القوس والسهم عارفه كانت بدايه اللي هو عاديه جدا، انت بادئه يا دوب حاجه جديده ما تعرفيش عنها اي حاجه. لكنه الحقيقه لما دخلت ارض الملعب ما كنتش متخيله ابدا ابدا ان انا هوصل لمرحله ان انا ما بقاش قادره استغنى عن حاجه. انا مش الشخص ده اصلا. انت بتلعبي بشغف رهيب يا عبير، خليني اقول كده يعني. اللي هو عايزه توصلي لاحسن حاجه في وقت يعني قياسي، وبتبقي حريصه قوي وانت بتعملي كل خطوه، فواضح ان انت فعلا بتحبيها. انا بحبها، ومش بس بحبها، هو مهمه جدا الانسانيات. انا بالنسبه لي الانسانيات بتجيب الفنيات. مدربينا بيستخدموا معانا الحته دي قوي، العامل النفسي وفكره تاهيل اللاعب نفسيا. يا جماعه ده مش كلام هزار، دي فعلا بتفرق بشكل مش طبيعي. اكيد انت حاسه بفرق يا عبير في المستوى طبعًا وفي الاداء، خصوصا لما كان مستواكي وحش، فتلاقي مدربه الجايه بتقول لك طب تمام ماشي، اخر سهمين في الراوند ده وفي التمرين كلهم هيتلعبوا وهيجوا في التارجت باذن الله، تلعبي السهمين فتجيبيهم في التارجت، فتقولي لها انا عايزه اكمل، فتكملي التمرين احسن مما كنت متوقعه. طبعا كابتن هديل مش هينفع ان انا يعني اغفل دورها معايا في اي حاجه انسانيه او اي حاجه نفسيه بامانه. اكيد اكيد طبعا طبعا. صفاء، يعني فكرة انه انت بتوفقي ما بين دراستك وما بين اللعبة، يعني كلمينا اكتر عن ده، قولي لنا انت بتدرسي ايه وازاي قادرة توفقي ما بين الحاجتين. انا بدرس دراسات اسلامية وعربية، اصول قسم اصول دين جامعة الازهر، اخر سنة السنة دي. انا طبعا عندي امتحانات والفتره دي امتحاناتي شغاله، بس من كتر حبي في القوس والسهم مش قادره ان انا مثلا يعني اقول ان انا عندي امتحانات فاستغنى عنها، لان بجد الكباتن بتاعتي هي اللي خلتني احب الحاجه، لان انا اول مره العب رياضه عامه خالص، فان انا احب حاجه بالطريقه ديت يبقى الفضل كله يرجع لمين؟ للكباتن اللي خلوني احب حاجه زي كده. اكيد طبعا طبعا. طيب نروح بقى لراندا. يا راندا، يعني من الموسيقى والعزف على الكونتراباس للقوس والسهم للرياضة. بص يا رضوى، هو الكونتراباس فادني في فكرة انه واحنا بنعزف القوس بيبقى ليه ماسكة معينة، ما ينفعش انك تغير الماسكة دي تحت اي ظرف، يعني بيبقى فيه طريقه معينه بتمسكي بيها القوس الفرنساوي. احنا كنا بنعزف قوس فرنساوي، فالقوس بتاع الكونترباس اصلا شديد. أيوة. يعني مش صغير قوي. بقى زي بالظبط، والعزف نفسه محتاج قوي. انا كنت زمان يعني بلعب سوسته وبلعب حاجات عشان اعرف اعزف اساسا. فجيت موضوع القوس والسهم، اول حاجه قالوها لي وضع ايدك، ده جالك في الوقت المناسب وجي للشخص الصح يا رب. الحمد لله، ده من توفيق ربنا وفضله يعني. الحمد لله.
الحمد لله. فاول ما دخلت هنا في البدايه اللي هو وانا بتدرب اللي هو لا طب انا ايدي مش مظبوطه طب فافتكرت بقى ان لو ايدي ما ظبطتش وانا بلعب قوس وسهم فهزعل زي ما كنت بزعل في البدايه في الكونتر باس. أكيد. في الاول ما كنتش بظبط ايدي فكانت ايدي بتوجعني تقلصات بقى وحاجات زي كده فده فادك جدا بالظبط انه لا يعني انا عايزه اثبت ايدي وعايزه اعمل المسكه المظبوطه بالظبط لازم عشان ما ايدك ما توجعكيش ظهرك ما يوجعكيش لان السحبه برضو سحبه القوس وضع ايدك أكيد. عشان يجي في التارجت يجي صح ايوه عشان يجي في الهدف صح كده بسنت ويعني الهدوء اللي هو مش هدوء وخلاص يعني ده هدوء مع لعب حلو ولا ايه يا كابتن؟ هي بصراحة هي هادية يعني بس انت هادية جدا اهدى واحدة فينا تقريبا بس يعني هم كلهم هادين الحمد لله يعني ده فضل ربنا علينا يعني أيوة. بس انت بتمتاز بتعمل في صمت ايوه بالظبط بس انت يعني احكي لنا اكتر بقى يعني احساسك ايه لما عرفتي ان انت يعني رايحه للعبه جديده لعبه خلينا نقول برضو مختلفه ما حدش فينا اكيد بيبقى متخيل ان اللعبه دي احنا ممكن نلعبها وينفع نلعبها بالتكنيكات الخاصه بيها صحيح هو فعلا اول لما تيجي اسم الرمايه فبيتبادر دايما للذهن هي لعبه للمبصرين لان هي في المقام الاول بتبقى محتاجه نظر بس خليني انتهز الفرصه واقول ان هو اي لعبه او اي شيء بشكل عام لو وفرنا الامكانات اللي ممكن تعوض الشخص عن شيء هو مش موجود فيه فممكن يؤدي الشيء ده ممكن تبقى بقواعد مختلفه ايوه بس بنفس الفكره اللي المبصرين بيلعبوا بيها وهو هنا في النادي الحقيقه الامكانات متوفره بالاضافه لمجهود كابتن اشرف وكابتن جهان ابو زيد وكابتن هديل فوصلنا فيها المستوى كويس وان شاء الله يعني نعمل فيها افضل وافضل باذن الله, إن شاء الله. ويعني ودي فرصه برضو ان احنا نظهر فيها ان مش عشان شخص فاقد شيء معين ف يبقى مش بيعرف يعمل شيء او كده بالظبط الامكانيات لو توفرت يعني الشخص هيتعود عن الحاجه اللي هو فاقدها ويقدر يؤدي حاجه زي كده قولوا لي بقى مستعدين للبطولات الجايه ولا ايه عبير هتستعدي ازاي كده للبطولات الجايه والحاجات الجميله اللي احنا يعني ان شاء الله هنمثل مصر فيها في الفتره الجايه بصي هو خليني اقول لك انه يشهد عليا البرنامج انا بدات تقريبا يوم 6/3 من يومها وانا كتبت ورقه مكتوب فيها انه بدايتي في القوس وسهم كانت 6/3 بحلم انه 3 4 سنين اللي جايين ان شاء الله يكون اسمي مكتوب بحروف من نور بين كل رياضيين مصر وبين كل رياضيين العالم فيما بعد عايزه اشتغل هنا في النادي محلل فني للعبه القوس والسهم عبير هتنتقد يا كابتن يعني وتقول بقى ارائها في مستويات اللاعبين وكده هي عبير لاعبه مجتهده وممتازه وربنا يحقق لها كل امانيها يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله مستعده يا صفاء للبطولات الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طبعا باذن الله ان شاء الله راندا تستعدي ازاي يعني احنا دلوقتي في معسكر مفتوح كابتن اشرف وكابتن جيهان وكابتن هديل بيدربونا مهتمين بينا بنتدرب تقريبا بشكل يومي ومده اطول عشان نقدر ان احنا نحقق يعني مستوى نحقق ستايل ثابت ان احنا نقدر نلعب بشكل يمثل مصر كويس يعني باذن الله وانت يا بسنت نفس الفكرة هو لما بيبقى في معسكر أو شيء فإحنا حاليا في تدريب مكثف عشان في بطولة شهر 8 تدريب مكثف جدا الحقيقة إن شاء الله كابتن يعني ده نداء على الهواء يستحملونا شوية أيوه. في المعسكر ده لأن إحنا كمان لسه يعني حتى لما بنروح بندرب كل يوم وعدد ساعات مثلا 4 5 ساعات فده مش وقت كافي كمان يعني هم بصراحة بيشجعونا كمان يعني الحمد لله وان شاء الله يا رب تبقى لينا كلنا فرصه جميله ان احنا نمثل مصر في كل البطولات اللي جايه باذن الله يا كابتن انا بشكر حضرتك جدا جدا كابتن اشرف خليفه شكرا على وجود حضرتك طبعا شكرا جدا عبير عرابي وصفاء سامي وراندا حسني وبسنت احمد نورتوني شكرا مبسوطه جدا ان انا معاكم يعني في اللقاء زي ما ببقى مبسوطه مره تانية بقول لكم وانا معاكم في الملعب شكرا جدا شكرا جدا يا
زي ما حضراتكم شفتوا معانا، يمكن احنا النهارده شفنا رياضه مش جديده، رياضه القوس والسهم كلنا عارفينها وهي رياضه موجوده من الاف السنين، ولكن الجديد اننا نشوف انه طالما تتوفر الامكانيات ويتوفر كل التكنيكات اللازمه عشان اي حد يقدر يمارس الرياضه دي، فهو ده اللي هيخلينا نشوف صوره مختلفه. حضراتكم النهارده تابعتوا ان الشخص الكفيف يقدر هو كمان يمارس الرياضه دي، ولكن لازم تتوفر له كل الامكانيات اللي تساعده على ده. كذلك الامر بينطبق على اي حاجه تانية في حياتنا، سواء اي رياضه او اي حتى وظيفه، المهم بس ان كل الامكانيات تتوفر علشان اي حد فينا يقدر يمارس اي حاجه بيتمناها بشكل طبيعي. ان شاء الله في الفتره الجايه هنتابع بطولات، هنتابع اخبار جديده كتيره، وان شاء الله تكون حلوه لمنتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين. والحقيقه ان هي رياضه فعلا مختلفه، رياضه بتخلينا طول الوقت نحس انه لازم يكون في هدف لازم نوصل له، زي ما احنا بنبقى دايما كده عايزين ننشن في المكان الصح ونضرب السهم بشكل